شاحنات وقود جديدة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح علشان يرتفع الإجمالي لهذه الشاحنات إلى حوالي 17 شاحنة وقود، بجانب دخول حوالي 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين من الجانب الفلسطيني إلى المستشفيات المصري. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على تليفون الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء. دكتور خالد صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم استاذه منى وعلى كل الساده المشاهدين وعلى استاذ محمد نعم. صباح النور. طبعا دكتور خالد، تفاصيل كميات واعداد الشاحنات المحمله بالوقود لقطاع غزه وصل لنا ايه؟ كلمنا بقى على تحديث الارقام اللي موجوده معانا. والله يمكن احنا بدايه من يوم 7 اكتوبر ومن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه واحنا بنعمل الليل بالنهار شباب الهلال الاحمر مع أكيد. التعاون مع والتنسيق مع التحالف الوطني وتحيا مصر وحياة كريم وكافة المؤسسات عشان ما نزعلش حد، كل المؤسسات الشريكة بتعمل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. ويمكن كان الرقم في تزايد مستمر بداية من أول يوم 8 أكتوبر، ثاني يوم من العدوان، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني قدرنا أن احنا ندخل 2 طن من المساعدات والأدوية إن شاء الله، وبدأ الرقم في تزايد مستمر من 20 شاحنة في اليوم إلى 50 إلى 100 إلى 150، وإن شاء الله إحنا في انتظار تطبيق الهدنة اليوم لإدخال ما يعادل 200 شاحنة خلال اليوم. وزي ما ذكرت في التقرير أستاذ محمد إنه تم إدخال بالفعل 17 شاحنة وقود وعدد من سيارات الإسعاف، وأيضا في انتظار دخول سيارات أخرى من الإسعاف سواء من الدول العربية الصديقة وبالتعاون مع الهلال الأحمر العربي وأصدقائنا في جمعيات الصليب والهلال على مستوى العالم. دكتور خالد، امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية استجابة شعب تضامنا مع فلسطين يعني أطلق إشارة البدء لقافلة إغاثة كبيرة جدا تصل إلى رفح، وأكد أنه حوالي 75 إلى 80% من المساعدات التي دخلت إلى القطاع حتى هذه اللحظة هي مساعدات مصرية خالصة، وأيضا أشار إلى أنه الفترة المقبلة هتشهد مزيد مع إقرار الهدنة مزيد من إدخال المساعدات. إلى أي مدى ده بيتحقق على أرض الواقع النهاردة وخلال الأيام المقبلة؟ هو يمكن زي ما أشار فقامة السيد رئيس الجمهورية إلى أنه بالفعل احنا اكثر من 80% من المساعدات بتكون من المؤسسات والمنظمات زي ما ذكرت انا مع اصدقائنا في كافه التحالفات والمؤسسات. ويمكن لو القيت نظره على الطريق الذي يربط ما بين مدينه العريش ومدينه رفح وهو ما يقارب من 35 الى 40 كيلو، ستجد الشاحنات مصطفه على الجانبين للاذن بالدخول الى معبر رفح البري وقطاع غزه. ويمكن قديش بتلاقي من جميع المحافظات ومن جميع المؤسسات ناس منتظره الاذن بالدخول وما عنده اي مشكله او غضاضه انه يقعد يومين ثلاثه اربع خمسه حتى يتم ادخال هذه المساعدات الى قطاع غزه، وهو يكون في فرق كبير جدا من دخول هذه المساعدات الى قطاع غزه. أكيد إحنا عارفين إن دخل مستلزمات طبية كتير ما شاء الله ولسه بنحاول ندخل أكتر. وضع المستلزمات الطبية والصحية حاليا في مستشفيات في غزة، خصوصا إن في كثير من المستشفيات خاصة مستشفيات شمال غزة خرجت تماما عن العمل. وكلنا يعلم الوضع الصحي في قطاع غزة، ويمكن حسب التقارير الأممية ومنظمات الأونروا و الأمم المتحدة أنه أصبح شبه معطل تماما، وخاصة زي ما ذكرت أستاذة منا في شمال غزة. ويمكن إحنا خلال الفترة اللي فاتت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني دخلنا آلاف الأطنان من المستلزمات سواء كانت الأغذية أو حتى كمان المستلزمات الطبية. نعم. وتم التنسيق مع الجانب الأردني والإماراتي في عمل مستشفى داخل قطاع غزة، بالفعل دخل أكثر من 25 طبيب من دولة الأردن الشقيقة لعمل مستشفى مجاني، و التنسيق المصري والجهات المختصه داخل الدوله. ويمكن كل ما يدخل الى قطاع غزه لا يعد ان يكون نقطه في بحر الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزه، ولذلك احنا بنطالب بفتح ممر انساني امن لدخول المصابين والجرحى وفتح معبر رفح بالكامل.
ويمكن لو رجعنا للتاريخ وراء قبل 7 اكتوبر من فتح معبر رفح بالكامل من الجانب نعم الاخر نعم من الجانب من عندنا مفتوح تماما مفتوح ولم يغلق منذ بدايه الاحداث ولم يغلق يوما من الايام. نعم ويمكن احنا لو تذكرنا التاريخ قبل 7 اكتوبر كانت مصر تقوم في اليوم بادخال اكثر من 400 شاحنه يوميا الى الجانب الفلسطيني. نعم. طب دكتور خالد بالنسبه لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصريه في العريش العام واغلب المستشفيات، حابين نعرف من حضرتك لو في اي معلومات او تقديرات عن الاعداد اللي حتى الان تم استقبالها واجراءات الاستقبال كيف تتم من قطاع غزه مرورا بمعبر رفح وصولا الى المستشفيات المصريه. انا بشكرك على السؤال استاذ محمد لانه بالفعل هناك ملحمه تتم على أرض سيناء بخصوص استقبال المصابين والجرحى، لأنه من ساعة دخول المصاب أو المرافقين إلى بوابة المعبر الفلسطيني إلى الجانب المصري يتم استقبالهم من قبل شباب الهلال الأحمر ومن ثم وزارة الصحة وهيئة الإسعاف وتقديم كافة أوجه التسهيل من المستلزمات والدعم النفسي والاجتماعي والمية والعصير و كمان فكرة الشنط الهايجين والشنط النظافة الشخصية. صحيح. يتم توزيعهم بالصحة على المستشفيات الموجودة داخل محافظة الشماسين أو خارج محافظة الشماسين أو حتى بالتنسيق مع مطار العريش لسفرهم خارج مصر. ثم يتم توزيعهم على المستشفيات ثم يقوم فرق الدعم النفسي ويتم التنسيق مع المحافظة في تسكين المرافقين وتقديم كافة أوجه من جميع المؤسسات بغض النظر عن المؤسسه التي ينتمي اليها، تقديم الاكل والشرب والمياه وده بيشمل ليس فقط المصابين زي ما حضرتك اشرت دكتور خالد الى نقطه مهمه الى المرافقين لهؤلاء المصابين، خاصه كمان ان نوعيه الاصابه احنا بنتكلم على اصابات حروب فبالتالي هي اصابات معقده بتحتاج الى يعني كوادر طبيه متخصصه وعنايه فائقه من قبل الكادر الطبي المصري. نعم ويمكن يتم تحويلهم وتوزيعهم على حسب الاصابات وحسب نوع الاصابه وقوتي وخطورتي سواء على المستشفى الشيخ زويد او مستشفى عريش او مستشفى حتى كما استجابه السيد رئيس الجمهوريه لبعض الاستجابات بعض الاغاثات من الاطفال وتحويلهم الى معهد ناصر والى بعض المستشفيات الكبرى في القاهره وفي العاصمه الاداريه ومن ثم يتم تحويلهم الى هذه المستشفى ويقوم فرق الدعم النفسي والاجتماعي بالهلال الاحمر بتقديم كافه اوجه الدعم الرعاية كما ذكرت حتى في ادق التفاصيل الا وهي تقديم الدعم النفسي للاسر يمكن انا كنت شرفت على الاشراف على بعض التفريغ النفسي مع هؤلاء الاطفال. امر مهم جدا. في مشكلة في الاتصال، يعني إجمالا الجهود المصرية لا تتوقف دكتور خالد عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، أرض مصر دايما مفتوحة للأشقاء الفلسطينيين للمجيء وللعلاج وللعودة سالمين لأرضهم إن شاء الله. بنشكر الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، كل الشكر ليه.